السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين مع فيديو جديد من فيديوهاتنا لمراجعة بنود قائمة المركز المالي. بنكمل مع بند المدينون والأرصدة المدينة الأخرى، والنهاردة معانا بند لذيذ وجميل وفي ناس كتير هتحب إن احنا نراجعه مع بعض، هو بند السلف، بالذات الشباب اللي لسه جديد في مهنة المراجعة، لأنهم دايما بيرموا عليهم البنود اللي بتكون نوعا ما بيظنوها بسيطة فبيرموها للشباب أو بيكلفوا الشباب قليل الخبرة بيها. بندنا النهاردة بند السلف، كثيرا جدا من الشباب الصغير أو اللي بيبقى لسه بيبتدي مهنة المراجعة بيطلبوا منه مراجعة بنود زي المصاريف، زي المدينون والأرصدة المدينة الأخرى، بعض الأرصدة الدائنة الأخرى، أحيانا الأصول الثابتة. لكن الحقيقة إن الموضوع ما بيبقاش سهل وما بيبقاش بسيط زي ما بيتخيل بعض السينيورز اللي بيدوا البنود ديت للشباب الخبرة. لكن النهاردة إن شاء الله هنحاول ندي معرفة أكتر عن البند ده، بحيث إن الشاب اللي يراجع البند ده يبقى عارف المفروض يسأل عن إيه، يسأل عن إيه أو يعمل إجراءات إيه ما كانش بيعملها قبل كده وياخد باله منها. كمان السينيورز لازم يعرفوا إيه الإجراءات اللي المفروض تتعمل في البند ده اللي ممكن يكون الشاب اللي هو الأسوشيت تجاوزها أو ما خدش باله منها عشان يكملوا هما بيستلموا الملف أو بيراجعوا. طيب النهارده بنتكلم عن بند السلف. بند السلف زيه زي اي بند في الدنيا، لازم تتفهم الاول ايه طبيعته. السلف بمنتهى البساطه هي عباره عن الجزء المتبقي من رصيد سلفه تم صرفها. بتختلف السلفه عن العهده في ان السلفه هو مبلغ تم اقتراضه من الشركه بواسطه الموظف لاغراض شخصيه. يعني الموظف طلب من الشركه سلفه، قرض من الشركه بيديه للشركه، فالشركه عليها ان هي توفر له المبلغ ده، بتوفر له المبلغ ده بعد اعتمادات معينة، وبيتخصم من الراتب بتاعه على مدار عدد من الأشهر، على مدار عدد من الايه الأشهر، عادة بتكون بأقساط متساوية. وعدد الأقساط ده بيكون عادة ما بيتجاوزش السنة أو السنتين على حد بحد أقصى. طيب فهمنا ايه طبيعة السلفة، بتختلف عن العهدة لأن العهدة بتبقى برضه مبالغ في ذمة الموظف للشركة، ولكنها بتتعلق بأغراض تتعلق بالبيزنس نفسه أو بالشركة نفسها، مش بأغراض شخصية زي السلفة. طيب دي طبيعة النشاط أو التفاهم، تفاهم البند أو تفاهم طبيعة البند. النهاردة بنتكلم عن الأودت أسيرشنز اللي بتتعلق بالسلف. أولها هو الوجود. الوجود زي ما احنا عارفين إن هو أسيرشن مهم بالنسبة للأصول عموما، فهنا بيبقى مهم بالنسبة لنا احنا نثبت الوجود. في حالة السلف احنا عندنا 3 طرق لإثبات الوجود. أول طريقة هي طريقة المصادقة. طريقة المصادقة ان احنا نطلب من الموظف ان هو يصادق لنا على الرصيد. المشكلة هنا ان المصادقة ما بيبقاش اجراء فعال اوي في حالة السلف لعدة اسباب. في حالات المصادقات احنا بنهتم اكتر بحتة الختم اللي بيبقى مرفق على المصادقة كدليل مصداقية للورق، لكن في حالات المصادقات السلف بيبقى بنكتفي بس بامضة الموظف، واحنا عادة ما بنبقاش عارفين امضة الموظفين. فلو اي محاسب جاب ورق المصادقات وعمل نموذج المصادقة وملاه وعداه على عدد معين من الاشخاص مختلفين عشان الامضه ما تبانش ان شخص واحد هو اللي كاتب المصادقات كلها، هيبقى يصعب اكتشاف مثل هذا التزوير يعني. فبالتالي دي نقطه. النقطه الثانيه ان الموظفين اللي هم مش محاسبين عاده ما بيبقوش عارفين قيمه الاقساط اللي عليهم ولا قيمه السلفه اللي عليهم، وحتى لو عرفها هو مش هيبقى عارفها في تاريخ المركز المالي، هو هيبقى عارفها في التاريخ اللي هو فيه، وعارف ان فاضل من السلفه شهرين او 3 اشهر او 4 اشهر، لكن رصيدها كان بالظبط في تاريخ المركز المالي ما بيبقاش مهتم انه يعرف حاجه زي كده. وبالتالي مجرد انك تاخد مصادقه منه بيبقى هو ممكن يمضي لك على المصادقه عشان ما يزعلش المدير بتاعه او ما يزعلش الاداره الماليه منه بشكل او باخر، لكن بتكون مصادقته هنا مش ذات قيمه قوي. وبالتالي احنا ما بفضلش في حاله السلفه انك تمشي في اتجاه المصادقه، لكن ممكن انك تمشي في الاتجاهات البديله اللي هو السداد اللاحق او التسويه اللاحقه للسلفه، انك تشوف كشوف المرتبات اللي حصلت في الفتره اللاحقه هل اتسود فيها السلفه ولا لا. ممكن تاخد تقرير بالسلف، قيمه السلف اللي اتصرفت، رصيدها كام، الاقساط اللي اتخصمت خلال السنه، يبقى يديك القسط بتاع اللي موجود في نهايه السنه او الاقساط المتوقعه في نهايه السنه اللي هو رصيد السلفه، والاقساط اللي اتسود بشكل لاحق، وتبدا تاخد عينه من الاقساط اللي اتسود بشكل لاحق من كشوف الرواتب وتتاكد انها تم خصمها من كشوف الرواتب للموظفين. ده اجراء. في اجراء تاني وهو اجراء اعاده الاحتساب. اجراء اعاده الاحتساب وده بيرتبط اكتر بشكل معين بالفاوتشنج، انك بتحصل على عينه من السلف اللي تم صرفها خلال السنه، وبتحصل على طلب صرف السلفه، تتاكد طبعا ان هو معتمد الاول،
وبعد ما اتاكد من استيفائه للشكل القانوني وللاعتمادات القانونيه، لازم بعد كده تبدا تسقط معلومات مهمه عن السلفه: اسم الموظف، قيمه السلفه، عدد الاقساط، هتقسم قيمه السلفه على عدد الاقساط هيديك قيمه القسط، قيمه القسط. هتطرح بعد كده التاريخ المتوقع لانتهاء السلفه طبقا، او هتزود الاول عدد الاقساط زائد تاريخ صرف السلفة، تاريخ صرف السلفة زائد عدد الاقساط هيديك التاريخ المتوقع لانتهاء القسط. لو طرحت التاريخ المتوقع لانتهاء القسط من تاريخ المركز المالي هيديك عدد الاقساط المتبقية في تاريخ المركز المالي، اضرب ده في قيمة القسط، اضرب ده في قيمة القسط. هنفترض ان الموظف خد سلفة في شهر 6 والسلفة عدد الاقساط بتاعتها 12 شهر، بالتالي في تاريخ المركز المالي هيكون المفروض متبقي منها 6 اقساط. لو انا قسمت ال 60,000 اللي هي قيمه السلفه على عدد الاقساط اللي هي 12,000 يبقى 5,000 جنيه او ريال او وات ايفر العمله اللي انت بتتكلم بيها، اضرب بقى ال 5,000 ديت في عدد الاقساط المتوقعه اللي هم 6 اقساط، هيبقى فاضل 30,000 جنيه في نهايه السنه. طيب اذا انا افترضت ان انا عملت عمليه اعاده الاحتساب، جيت اقارن رصيد السلفه المتبقي في نهايه الفتره، اتلقيته اكبر من الرصيد اللي معاد احتسابه، فده هيكون دلالة على عدم خصم اقساط، ان الشركة ما خصمتش اقساط كانت المفروض تتخصم في تاريخ المركز في خلال السنة المالية. يعني كان في اقساط لازم تتخصم خلال السنة ما تمش خصمها او تم تأجيل الخصم فيها، وبالتالي ده ادى لزيادة رصيد السلفة الحقيقي عن الرصيد المتوقع. وفي الحالة دي لازم تحصل على موافقة الادارة العامة على تأخير السلفة او على تمديد قسط السلفة. طيب ده اول اجراء او اول اسيرشن. تاني اسيرشن متعلق برضو بالسلف معانا هو الاسيرشن خطير جدا، وهو اسيرشن للتقييم، وده اهم حاجة عندي في السلف. لازم اتأكد ان مفيش مخصصات المفروض تتعمل في حالة السلف، دي نقطة مهمة جدا ونقطة خطيرة جدا، ان المخصصات المفروض تتعمل في السلف لازم يتعمل ليها تقييم هل هي كافية ولا لا. طيب ازاي اعرف المخصص المفروض يتعمل؟ طبعا دايما المخصص المفروض يتعمل للموظف اللي ساب الشغل. طب هتعرف ازاي ان الموظف ساب الشغل ولا لا؟ منتهى البساطه انك ممكن تقارن كشف السلف بكشف رواتب ديسمبر عشان تتاكد ان الموظفين اللي موجودين في نهايه السنه الماليه في كشف رواتب ديسمبر ما زالوا موجودين في كشف السلف. هفترض معاك ان انت دورت على موظفين ما لقيتهمش، يبقى لازم قبل ما تقول ان هم دول المفروض تعمل لهم مخصص او ان دول استقالوا وسابوا العمل، لازم تشوف الاول تقرير الاجازات، تقرير الاجازات في الشهر اللي في شهر يناير، في شهر ديسمبر، لان ممكن يكون في موظفين اتحذفوا من كشف رواتب ديسمبر لانهم كانوا مجازين في الوقت ده. لو اكتشفت ان الموظف كان مجاز يبقى خلاص هو لسه ما زال على قوه العمل حتى لو هو مجاز. طيب كويس، الخطوه اللي بعد كده لو انت ما تلاقيتهوش لا في الاجازات ولا في البتاع ولا في نهايه ديسمبر، تبدا تستفسر عنه. هل الرصيد، لا شوف كده الرصيد اللي واقف من الفتره اللي فاتت، يبقى ده دليل اكيد ان هو الموظف ده ساب الشغل من اكتر من سنه وانه ما اتخصمش عليه اقساط ولا حاجه، وهو خد السلفه وهرب زي ما بيقولوا وما بقاش موجود. في الحاله دي لازم تكون مخصص للموظف دوت. طيب لو ما كانش لو الرصيد بتاعه مش موجود من اول السنه، مش شرط، ممكن يكون خد السلفه مجرد ما خد السلفه مشي، يعني خد السلفه في شهر 10 وشهر 11 مش واقف ولا حاجه في السنه اللي فاتت لكنه مشي، وفي الحالتين لازم اعمل مخصص. كمان ممكن يكون الموظف لسه ما مشيش وموجود في الشركه لكن الرصيد متوقف بقاله اكتر من فتره، وده بيحصل في حالات كتيره جدا ان بيبقى في قرار بوقف خصم السلفه. طيب هيجيب لك قرار معتمد من الاداره بوقف خصم السلفه، لكن ده مش معناه ان رصيد السلفه كده ما يتكونلوش مخصص، بالعكس ده في بعض الاحيان بيكون ان هو المدير وعد الموظف ان هيبقى فيه مكافاه له، بس بيبقى عايز يستغل موضوع المكافاه ده شويه في انه يخلص شويه حاجات، فبيخلي الرصيد متعلق عليه تمام كده، ما بيطلبوش بالرصيد لكنه بحيث انها تتسوى فيما بعد كمكافأة. طبعا ممكن تتسوى كمكافأة ممكن تتسواش يعني بعد كده، لكن ده بيديني تشكك في ان الرصيد ده هيتحصل، وبالتالي لازم ان انا كمراقب حسابات اقوم بدوري واكون مخصص. طيب الاسيرشن الثالث معانا هو اسيرشن الاكتمال، والحقيقه ان اسيرشن الاكتمال في حاله الاصول عموما بيبقى خطره ضعيف، وفي حاله السلف خصوصا خطره اكثر ما يكون ضعفا. يعني ليه اكثر ما يكون ضعفا؟ لان السلف في الاخر الطرف المدين بتاعها في حاله الصرف بيكون البنك، الطرف الداين المقابل بيكون البنك، وبالتالي البنك ما دام موجود معانا تشوف البنوك مظبوطه وسليمه وعملنا لها البنك الكونسليشن بتاعها،
فصعب قوي ان يكون بنك سلفه اتصرفت وما اتثبتتش، ده شيء صعب يعني. لكن قد يحدث بعض الاخطاء في الامور ديت، ان ممكن والله تكون سلفه اتصرفت لكن تم تسويتها بشكل فرود من قبل الاداره الماليه دون ان يكون الموظف قام بسداد هذه السلف اصلا، يعني الموظف يكون عليه السلف بالفعل والمفروض انه يسدد هذه السلف، لكن تم التسويه بالخطا او بشكل فيه فرود، تم تسويه رصيد السلفه دون استرجاع الرصيد، وده اتقفل في حساب قايمه الدخل ولا اتقفل في حساب تاني ده رصيد داين، المهم ان رصيد السلفه في الاخر طار، تحول لحساب تاني مدين على حساب عملاء على اي حساب تاني، المهم انه في الاخر مش موجود في سلف الموظفين. الاحتمال ده ضعيف طبعا، لو ما حصلش الا في حاله فروض او في حاله خطا شديد شويه في اهمال جسيم يعني. لكن اذا افترضنا ان حصل حاجه زي كده، انت ممكن او مالكش دعوه ان حصل حاجه زي كده ولا لا، ممكن تعمل اجراء انك تاخد تقرير من الموارد البشريه وارصده السلف او الموظفين اللي عليهم ارصده السلف في نهايه تاريخ المركز المالي، وتقارن الكشف ده وتقارن الكشف ده بالاداره برصيد السلف اللي في ميزان المراجعه. ممكن كمان انت تطلب الاطلاع على دفتر طلبات صرف السلف اللي هو دفتر مسريل، تقدر تتبع طلبات صرف السلف وتعمل لها اعاده احتساب من عندك، وتنزل السلفه من خلال دفتر طلب صرف السلف وتشوف لو في رصيد متبقي لسه في نهايه السنه طبقا للاحتساب، ترجع تقارن هل موجود الرصيد ده في التي بي ولا لا، هل موجود في التي بي ولا لا. قلت انا مش هبدا هنا بقى من التي بي او مش هبدا من الليدجر، لا هبدا من طلب صرف السلف، وده اللي احنا بنسميه تريسنج عشان اثبت الاكتمال مش التبويب. طيب في كمان اسيرشن مهم في حاله السلف، وهو اسيرشن التبويب، وهنا لازم تتاكد ان مفيش اي ارصده داينه للسلف مطروحه من ارصده سلف الموظفين، وان لو في اي رصيد سالب لابد انه يتحول الى ارصده دائنه اخرى، ولازم تستفسر اصلا عن سبب وجود ارصده داينه، لان المفترض ان السلفه بتتصرف الاول بعد كده بتبدا تتسوى لحد ما توصل للصفر، كل ان السلفه تقلب داينه ده احتمال ضعيف، لكن لازم تعرف الاسباب طبعا، ولو في اسباب تبدا تستفسر عن هذه الاسباب ممكن تقوم بتحويلها لارصده داينه اخرى، او ممكن تقفل الارصده الداينه ديت كارضات اخرى، ولكن ده احتمال ضعيف، لكن لازم تتاكد الاول من طبيعه الرصيد الداين ده هو وصل للمرحله ديت ازاي. كمان لازم تتاكد في حاله السلف ان في شيء اسمه ذمم العاملين، والذمم بتختلف عن السلفه في حاجه مهمه جدا، السلفه هي عباره عن سلفه طلبها الموظف وبالتالي تتم خصمها بناء على طلب الموظف، اما الذمه هو مبلغ تم رفعه او تم مطالبه الموظف به نتيجه لخطا او نتيجه لاهمال جسيم قام به او نتيجه لطلبه، يعني خلينا في حته الخطا الجسيم اللي هو قام به، يعني مثلا امين مخزن عنده عجز فبالتالي تم طلب ايه؟ ذمه ماليه منه. تم طلب ذمه ماليه منه، او موظف كان عنده عهده وما سواهاش ما قامش بتسويه العهده ديت، وبالتالي تم تحويل العهده من عهده الى ذمه ماليه مطلوبه من الموظف، وفي الغالب بتخصم هذه المبالغ بشكل مباشر من الراتب، لكن في بعض الدول بتحكم القوانين بتاعتها بتمنع تماما خصم اي جزء من الراتب يتجاوز 25% من الراتب الاساسي للموظف، المفروض ان راتبه الاساسي ما يتجاوزش 25% يعني قيمه الخصم ما تتجاوزش 25% ايا كان الاسباب ايه. ففي الحاله دي بتبقى في ذمه على الموظف وبتراجع، لان لازم تراجع الذمه بتاعه الموظف بالذات، لازم تاخدها كجزء حصري في العام بتاعتك، كل الذمه ديت لازم تتراجع تعرف ايه هي اسباب الخصم او اسباب المعاقبه، وهل هي قانونيه ولا لا، وهل الموظف ما زال موجود في الشركه ولا لا، لان بعض الذمم بترفع على الموظفين قاموا باعمال تتعلق بفروض او خلافه ثم تركوا العمل. فلازم تبدا تتاكد من انك تعمل تقييم مخصص ولا لا. كمان في حاجه مهمه جدا في التبويب، انك لازم تتاكد ان السلف او القروض اللي على الرؤساء التنفيذيين او رؤساء مجالس المديرين التنفيذيين او الرؤساء التنفيذيين اللي احنا بنعتبرهم جزء من الاطراف ذات العلاقه بشكل او اخر، تم الافصاح عنها في ايضاح الاطراف ذات العلاقه. يعني لو المدير العام للشركه واخد سلفه، ده بيبقى ممكن تعيد التبويب تاني للمستحق من طرف العلاقه، ممكن ما تعيدوش، لكن في كلتا الحالتين لازم تفصح عن الرصيد والمعامله المتعلقه بالسلف ديت ضمن الاطراف ذات العلاقه. حاجه اخيره عايز اقولها كمان، ان في بعض الاحيان بتكون في بعض الاحيان خاصه في دول زي مصر بالذات، بيكون في ضريبه مرتبات على السلف، ان السلف بتدخل ضمن الوعاء بتاع ضريبه المرتبات، لان انت بيعتبر ان السلفه ديت ميزه عينيه، وبالتالي انت خدت ميزه عينيه بانك خدت سلفه واقترضت ب
معدل بقرض حسن زي ما بيقولوا من غير معدل فايده، وبالتالي بيضرب السلفه فوق وتدخل السلفه الوعاء وتضرب في 7% او 8% حسب معدل البنك المركزي، وبتحسب ديت ضمن الايه الميزه العينيه عشان تخش ضمن ضريبه المرتبات. وبالتالي بعض الاحيان بتتهرب الشركات من اثبات السلف عشان تخفض وعاء ضريبه المرتبات بتاعها، وغالبا بتثبت السلف ضمن جاري مساهمين في ارصده الجاري المساهمين، وبالتالي انت لازم هنا تراجع حركات جاري المساهمين عشان تتاكد ان مفيش اي سلف تم اثباتها في حساب جاري المساهمين. اتمنى اكون وفقت في شرح مراجعه السلف النهارده، واتمنى ان لو عندكم اي استفسارات تنزلوها لنا على الفيديو. منكم واليكم، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.